مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في برنامجكم دين ودينار، نتحدث عن البيوع الممنوعة وضيفنا فضيلة الشيخ محمود عنداني باحث في المعاملات المالية. فضيلة الشيخ، الأخ خالد كان يتكلم عن الشبهة في المال. كثير من الناس ربما يعني يشعر أن ماله فيه شيء من شبهة الحرام، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ولا يعني لو فصلنا، إذا علم أن تلك الجهة هي لها مال معه أو تلك، أو لم يعلم الجهة الآن إلى من يؤدي هذا المال الحرام الذي أصبح عنده، ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول لكل مسلم ونخاطبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فننصح كل مسلم أن يبتعد عن الشبهة، لكن إذا وقع في الشبهة وأراد التخلص منها، إذا كان يعلم مصدر هذه الشبهة أو صاحب هذه الشبهة، يعني صاحب المال الذي دخل إليه وفيه شبهة، قال أن يعيد المال إليه. لكن هنا أريد أن أذكر أمر: إذا كان مصدر هذه الشبهة بنك ويعرف أو يعلم أن هذه الأموال تحول إلى جهات تضر بالإسلام والمسلمين، فلا يتركها، لا وإنما يأخذها وينفقها على الفقراء أو المساكين، أو قال العلماء في مصالح المسلمين العامة، ولا يقصد بها الصدقة، وإنما يقصد بها أن يتخلص من مال فيه شبهة أو فيه حرام. نعم. معي أبو صلاح فيما يبدو يود بيان السؤال. غسان الله يبارك فيك، هو الحوالة من أحولها هو يأخذ نسبة الحوالة. يعتبرها دين علينا، بس الإشكال إنه هو يحولها دينار بنفس اليوم. يا أخي أبو صلاح، أنا الذي فهمته منك أبو صلاح، لو تعطيني فرصة أتكلم، أنك تقول لي الصراف حول لي مبلغ من المال قدره كذا إلى الجهة الفلانية إلى البلد الفلاني، ولا تعطيه المال، تعطيه هذا المال فيما بعد. هكذا فهمنا. هكذا فهمنا حقيقة. هلا الحوالات عادة كيف تتم؟ تتم الحوالات لإنسان يكون عنده مثلا، على سبيل المثال، عنده درهم إماراتي، يريد أن يحول حوالة بالدولار إلى بالدرهم الإماراتي، يحولها إلى دولار إلى بلد آخر، يقول للصراف كم سعر الدولار اليوم، هكذا يعني، ويتم المصارفة بينه وبين الصراف، ويعطيه الصراف وصلا. هذا الوصل هو عبارة عن التقابض الذي أجازه العلماء المعاصرين والذي أقره مجمع فقه الإسلامي، ومن ثم تأتي الحوالة فيما بعد. أبو صلاح، أستاذ غسان، أنا أحول دولار، الشخص المقابل يستلم دولار، وأنا أتفق ويا أيضا أعطيه دولار، بس أنا من أوديه نقد دينار نفس اليوم أو ثاني يوم أكمل له شوية، هو يعتبر يعتوي يسجل علي دينار. ما يجوز أبو صلاح، لأنه يشترط التقابض. يشترط التقابض كما أوضح فضيلة الشيخ، يعني والأصل في هذا. بالحوالة يشترط التقابض؟ نعم، لأنه هو يعني أنت هذا الإنسان عندما يحول هذا المال، يعني أصبح مالا بمال بينك وبين الصراف، فلا بد أن تؤدي المال كاملا، ومن ثم الصراف يؤدي الحوالة. أقول كلمة للأخ أبو صلاح. على كل حال تسمع رأي فضيلة الشيخ. أخي أبو صلاح وكل من يسأل عن هذا الأمر. تسمح لي أخذ عز الدين من المغرب فضيلة الشيخ ونعود. عز الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، في عندي شركة استيراد وتصدير. نعم. وهي شركة استيراد وتصدير بستورد بضاعة الحالي، وبستورد بضاعة كمان مع واحد شريك ثاني. نعم. بس هذا الشريك الثاني ناخذ عنده نسبة، بندفع بها الضرائب، بندفع بها المصاريف. نعم. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ بس النسبة اللي ناخذها محدودة، يعني 20% من قيمة الفاتورة وقيمة البضاعة اللي حق الجمرك. ناخذ حق الفاتوره مع حق الدفع الجمرك وناخذ 20% منها. هذا جائز ولا مو جائز؟ لا، انا بعتقد الوضع بده تفصيل اخي عز الدين. يعني انت الان لديك شركه استيراد وتصدير. أيوة. هذه الشركه لك، ومن ثم
ربما يدخل في يعني تشارك إنسان آخر على استيراد بعض المواد وتأخذ وتأخذ 20% من ماذا؟ من 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 قيمة الفاتورة وحق الجمرك، لما نستورد براءة نتبع عليه حق الجمرك، نأخذ من قيمة الفاتورة وقيمة الجمرك نأخذ منها نسبة بنزع بها ضرائب. احنا عندنا بعدين تتبع حق ضرائب وتتبع مصاريف الدولة. العشرين هل أجرة تعتبر أجرة؟ يعني العشرين بالمئة أول سؤالين حقيقة. السؤال الأول يعني هل هي واضحة كم أم لا يعلم كم، يعني ما هي العشرين بالمئة إلا بعد يعني انتهاء المعاملة؟ الدينار 20 دينار هكذا أم 20 نسبة من أي مصرف؟ قيمة الفاتورة، قيمة الفاتورة، قيمة معلومة. أنا فهمت قيمة ناخذ من 20 ناخذ من 2000. احنا عندنا بعد استيراد البضاعه احنا عندنا في الدول المغرب العربي هون في ضرائب، ضرائب كثيره يعني فيها مصاريف الدوله. بس هذه المصاريف تجي بعد شهر ونص. انا ناخذ قبل لما تدخل البضاعه توصل البضاعه عند البلد ونطلعوا البضاعه ندفع حق الجمرك ان شاء الله، ندفع ناخذ نسبه 20% نزعها من الجلب وبعدين ندفعها لما يبعثوا لي في الدوله ندفعها عليها هذا ال 20% ناخذها ندفعها للدوله بعدين ان شاء الله. إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا لك أخي عز الدين، أصبح السؤال واضح فيما أعتقد. نعم فضيل الشيخ، كان لك تعقيب أظن على سؤاله على أبو صلاح، كنت أود أن تقول له كلمة. أقول لأخي أبي صلاح وكل من يسأل عن موضوع الحوالات، موضوع الحوالات أجازوه استثناء وكما قلت المجمع الفقهي لضرورة الناس وحاجة الناس وبعد الناس عن أوطانهم أو أماكن تجاراتهم أو أماكن شراء البضاعات، لكن يجب أن يتحقق شرط نقول للأخ أبو صلاح وهو التقابض في نفس المجلس، يعني يعطيه الفلوس ثم ذاك يحول ويأخذ كما قلنا إيصال أو توثيق لهذا المبلغ المحول. هو حقيقة مسألة دقيقة، أنا أود يعني ربما يعني الأخ أبو صلاح يود يعني استفسار عنها. هو يتساءل عن مدى وجوب أن يكون هناك تقابض بينه وبين الصراف الذي يحول له. ربما غاب عنه أمر دقيق جدا فضيلة الشيخ، موضوع الأثر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو ضعيف، لكن هناك من قال أنه صحيح، لكن معناه صحيح، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن الصراف حقيقة يستفيد من هذا الفرق. يستفيد من ماذا؟ يستفيد من عمل الوقت من السمسرة الذي يأخذها، يعني أجرة الوساطة هذه، لأنه أصبح كأنه يقرضه من أجل أن يقوم بعملية التحويل ويأخذ أجرة التحويل. فالعلماء قالوا هذا أن باب إلى الربا، فهو فهذا هو حقيقة كل قرض جر نفع، هي عبارة صار قرض. أصبح يعني أبو صلاح أصبح مدينا للصراف. ما هو المقابل؟ والصراف ما أدانه إلا لأجل أن يستفيد من هذا بالضبط الأمر. فهذه مسألة حقيقة، فخلي أخونا أبو صلاح يستدين المبلغ من غيره إذا استطاع. بالضبط. وهذا ما يقومون به حقيقة في المتاجرة في العملات، ما يسمى ببيع من عامل السمسرة وفرق العملة وعامل الوقت بالضبط. يحول بعد يومين ثلاثة إذا كانت مؤسسة كبيرة مالية يصبح عنده ملايين. الملايين في يومين أو ثلاثة أو أربع أو أسبوع يأتي عليها أرباح أو فوائد كما يسمونها، وهي الربا بعينه. أعتقد أصبح الأمر يعني واضح بالنسبة لأبو صلاح. موضوع لماذا يعني يشترط التقابض بيناه تفصيلا. الأخ عز الدين من المغرب سمعت سؤاله، كأنه هو يعني عنده شركة ويشترط على أي عميل حتى يأتي له بالبضاعة يقول له لي 20% من قيمة الفاتورة، فيما يبدو ليس هنالك، ما أدري ما رأيكم حول هذا الموضوع. الذي فهمت أن هذه 20% تشمل الضرائب. نعم. إذا كانت هذه 20% كما تفضلت واستفسرت منه فقال لك 20% معلومة، يعني معنى الفاتورة بألف مثلا دولار، أنا أخذ 200 دولار. مش هيك؟ أنا هذا الذي فهمته. نعم. ثم قال أنه هو الذي يدفع الضرائب بعد ذلك. أعتقد إذا كان هذا الأمر أجرة متفقا عليها فيما يسمى التخليص، فيجوز ذلك على أن تبقى هذه الضرائب المدرجة على هذه الفاتورة، يبقى هو المسؤول عنها أمام الجهات الرسمية، فإن حدث إشكال لا يعود بها على صاحب البضاعة الذي استلمها،
نعم صحيح. نعم. ولعل أيضا يعني أبرأ ذمته صاحب البضاعة. والشرط الثاني أن تكون الضرائب أيضا معلومة حتى لا يكون هنالك جهالة في الثمن. يعني ربما يعني إذا كانت أكثر من 20% أو أقل حتى ما يصير هناك خلاف، فبالتالي لابد أن تكون. أنا أعتقد في الغالب هي تكون أقل، لكن هو يجعل أجرته مع هذه الضرائب. أما أكثر فهذا هو الذي يتضرر، وما أظن أن أحدا هو حقيقة يترك حقه يعني بهذه السهولة. ربما نأتي إلى موضوع الثمن ولازم يكون معلوما يعني. نعم. لأنه هذه حقيقة، فبالتالي الضرائب والأجور لابد أن تكون معلومة حتى يتم استخلاصها من العشرين. مع الإشارة أننا لا نناقش هنا الضرائب هل هي مشروع أو غير مشروع. نعم نحن نعم. تكلمنا حقيقة عن نعم. الضرائب في حلقة كاملة نعم. حقيقة. قد تكون مشروع وقد تكون نعم. غير مشروع. نعم. نعم. لعلي أعود الآن إلى موضوع الحلقة، كنت يعني تتكلم البيع. عن آداب البيوع أو الآداب التي يتحلى يجب أن يتحلى بها المسلم البائع. نعم. أول أدب من آداب البيع والشراء عدم المغالاة في الربح، المغالاة الفاحشة. صحيح أن الشرع لم يلزم أحدا بتحذير ربح معين على سلعة معينة. نعم يعني سقف الربح غير محدد. غير محدد لأن هناك في الأحاديث الشاة اشتريت بدرهم وبيعت بدرهمين، وهناك من أتى إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الدرهم درهمين والدرهم بثلاثة وأربعة حتى زادوا إلى العشرة. نعم. فلو لم يكن مشروعا لأنكر عنهم ذلك، لكنه قال لهم قد وجدت من زادني أكثر، ويقصد بذلك الله عز وجل زاده أضعافا مضاعفة لأنه تصدق بتلك القافلة في سبيل الله. إذن عدم المغالاة في الربح، المغالاة الفاحشة. بعض الإخوة قد يقول لك يا أخي فلان يربح ضعف وضعفين وثلاثة أضعاف. صحيح ممكن يربح ضعفين وثلاثة وأربعة، لكن أيضا عنده مصروفات. إذا حسبت مصروفاته تستهلك هذه المصروفات ربما ضعفين أو ضعف الربح أو ضعفين الربح أو ثلاثة أضعاف الربح. لكن ما زاد أن يكون ربحا معقولا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن السماحة هو التساهل في السعر وفي الربح. هذا واحد. تسمح لي أخذ هذا الاتصال معذرة للمقاطعة فضيل الشيخ. نواف من السعودية. نواف. ألو. تفضل أخي الكريم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. تفضل الله أخي الكريم. لو سمحت أخي الكريم، أنا بس حابب أستفسر عن موضوع سيارة اشتريتها من شركة سيارات على أساس عن طريق بنك، هم أجروا لي إياها لخمس سنوات، في نهاية الخمس سنوات هم يحاطوني إياها ملك لإلي. طيب اسمح لي أسألك سؤالين بس. السؤال الأول حقيقة موضوع الأعطال في هذه الفترة من يتحملها، والسؤال الثاني التأمين على هذه السيارة من أيوة. يقوم بها أنت أم هو؟ هم حيقوموا فيها طبعا، هم عاطيني تأمين شامل والأعطال عاطيني فيها ضمان للسيارة، لو في لها عطل ذاتي هم يصلحوه، لو أنا سببت في العطل أنا أصلح. إذا سويت حادث مروري لا سمح الله طبعا التأمين هو اللي بيتكلف بتصليحه أي خراب. نعم. مثلا أنا من فترة كثرت من عندي قطعة من تحت السيارة، أنا اللي كسرتها، فرحت صلحتها لحسابي 5000 ريال سعودي. يلا الله بيعوض عليك. على كل حال أوضحت صارت الصورة واضحة، تسمع الجواب. شكرا لك أخي نواف. عمار من الإمارات أو عامر، تفضل. عامر. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للمتاجرة في الأسهم في المضاربة، نعم. حيث إني أضارب في الشركات بس ما أخذ من أرباحها السنوية، علما إنه هاي الشركات مثلا زي شركة باب توزيع الكهرباء عندنا في أبوظبي، هذا السهم هذا ممكن بياخذ قروض، هو الشركة نفسها تاخذ قروض من البنوك اوكي، بس انا بتاجر فيها بس ما باخذ ارباح سنوية منها، فما حكم الشرعي فيها؟ تسمع الجواب. شكرا لك اخي عامر.